بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم ألف عافية جميعاً. بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الفيديو راح نستكمل شرح الشابتر الثالث اللي أجا بعد البريبريشن للأوينتمنت. في الشابتر الأول تكلمنا عن خصائص السيميسير دوزج فورم والأوينتمنت بشكل مخصص. بالشابتر الثاني تكلمنا عن البريبريشن للأوينتمنت عن طريق الإنكوربوريشن أو الفيوجن. بالشابتر الثالث تكلمنا بجزء منه اللي هو موضوع الجلز. راح نستكمل شرح بموضوع الكريمز بالإضافة للبيستس والبلاستر والجليسيروجيلاتين وغيرها. بالنسبة لموضوع الكريم، زي ما انتم شايفين لازم نعرف انه الكريم عبارة عن ايمولشن اصلا، ولكن ايش اللي بيفرق بينه بينهم انه يكون ووتر ان اويل او اويل ان ووتر. اذا كان ووتر ان اويل بنسميه كولد كريم، واذا كان اويل ان ووتر بنسميه فينيشينج كريم. بيحكي لك pharmaceutical cream are semi-solid preparation containing one or more medicinal agent dissolved or dispersed. يعني ممكن يكون بيحتوي على نوع واحد أو أكثر من نوع من الميديكال الميديسينال ايجنت، أو يكون بيحتوي على أكثر نوع من الدراج. ممكن يكون موجود في water in oil emulsion، ممكن يكون موجود في oil in water emulsion، أو في نوع ثاني من ال water washable bases. The creams are more fluid compared to other semi-solid dosage form. هي بتكون سائلة أكثر أو الفلويديتي تبعتها بتكون أعلى. أعلى مقارنة مع مين؟ مع الأوينتمنت، مع البيست. بحكي لك لأنه الكريم أغلبهم أو أغلب التركيبات تبعتهم بتكون oil in water emulsion، يعني الواتر هي الاكسترنال فيس، فبالتالي هي ممكن بتكون washable، بتكون الاكلوسيف افكتها قليل، بتكون انها مثلا تعطيني مويستشرايزنج افكت قليل وهكذا. بس بالمقابل بتقدر تعطيني سبريدنج، بقدر اعملها سبريدنج لمساحات كبيره من الجسم، بالاضافه لانها ووتر ووشبل. بيحكي لك كريمز هاف ويت وايتش ويت كريمي ابيرنس، يعني لونها ابيض مع كريمي ابيرنس، كريمي من اسمها كريمز. وبيحكي لك انه الكريمز هي اكثر شيء بحبوه المرضى، جود بيشن اكسبتبل لموضوع الدليفري سيستم، دراج دليفري سيستم، يعني بتقبلوه اكثر شيء المرضى. اليوزز للكريم ممكن يكون في له طبيعتين من الاستخدام، اللي هي يستخدم كفيهيكل عشان احط فيه الدرج، فهيك بسميه انا ميديكيتد كريم او ميديكيتد او ميديكال يعني يوزز، او في اليوزز اللي انا بقدر استخدم فيه الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه للكريم. مثلا اني انا استخدمه كبارير لحمايه السكن، مثلا زي السن سكرين والسن بلوك وغيره. ممكن انه انا استخدمه عشان احافظ على المويستشر تاعت السكن، خصوصا اذا كنت انا بستخدم ووتر ان اويل ايمولشن، لانه طبيعه الووتر ان اويل ايمولشن بعطيني اكلوسيف افكت اكثر، فبالتالي بحافظ على الووتر انها تضل في السكن لمده اطول. ممكن استخدمه ككلينسينج اور ايمولينت افكت، يعطيني نعومه ويعطيني ترطيب او تنظيف. بقدر ممكن ايضا استخدمه كفيهيكل عشان احط فيه دراج سبستنس مثل الانسيد، الكورتيكوستيرويد، الانستيزيا، الانتي انفلاماتوري، الهرمونز، الانتي بايوتيك والانتي فانجال، والكاونتر ايريتانت اللي هي بتحارب او بتعاكس التهيجات اللي بتصير بالجلد. الميديكيتد كريمز ممكن يكون مثلا في عندي انواع منه. اول واحد اللي هو الهيدروكورتيزون كريمز، شو بيعالج؟ بيعالج الراشز اللي هي الحكات او شو بدنا اسمه، الطفح الجلدي اللي مثلا بكون ناتج عن بعض السموم. عندك البويزن اوك اللي هو سم البلوط، واويزن ايفي اللي هو سم اللبلاب. بقدر ايضا استخدمه للسورياسيز وللاكزيما اللي هي الصدفيه والاكزيما. ايضا ممكن يكون في محطوط فيه انتي بايوتيك، فبتسميه انتي بايوتيك كريم، اللي هو ابريجن اور سمول ووندز تو تريت ماينر انفكشن، لعلاج الجروح الصغيره ممكن يصير فيها التهابات، بستخدم انتي بايوتيك كريم. انتي فانجل كريم للرينج وورم اللي هي عباره عن فطريات بتظهر على الجلد، او الكانديدا انتر تريجو او الكانديدو دايبر راش. هاي بتصيب الكبار الانتر تريجو، والدايبر راش بتصيب الصغار. الزنك اوكسايد كريم هو عباره عن سن سكرين، مش سن بلوك، هون الدكتور حكيت ان نعدلها سن سكرين. عنده سن سكرين اكتيفيتي اند فور انفنت دايبر راش، اللي هي الطفح الجلدي اللي بصير مين بصيب الرضع. طيب بعد هيك بده يعطينا تفريقات بين الاويل ان ووتر ايمولشن والووتر ان اويل ايمولشن. بحكي لك الاويل ان ووتر ايمولشن are most useful as water washable bases، لانه الاكسترنال فيس تاعتها ووتر، فبالتالي لازم استنتج لحالي خلاص انه ووتر washable، whereas water and oil emulsion are emollient and cleansing effect.
هون بيحكي لك الووتر ان اويل نفس الشيء كونتين لايبوفيليك ايمالسيفاينج ايجنت. بما انه الاكسترنال فيس هي اويل بيحتاج لايبوفيليك ايمالسيفاينج ايجنت، هنا الاكسترنال فيس اللي هي ووتر بيحتاج اويل ان ووتر ايمالسيفاينج ايجنت او هايدروفيليك ايمالسيفاينج ايجنت. هنا بالاضافه زي ما حكينا اذا كان ووتر ان اويل كريم انا بستخدمه كايموليانت وكلينسينج افكت، اذا كان اويل ان ووتر كريم بستخدمه لموضوع الاليجنت دراج ديليفري سيستم. ليش انا بستخدمه اذا كان اويل ان ووتر لموضوع ديليفري سيستم؟ لانه لس جريسي والفلويديتي تاعته عاليه، فبالتالي البارتيشننج كوفيشنت بين الفيهيكل اللي فيه الدراج والسكن اللي بحاجه لهذا الدراج بيكون اكبر. طيب بالنسبه لموضوع الكولد كريم، هلا حكينا تقسيمات الكريمز هي نوعين، كولد كريم وفي عندك فينيشنج كريم. الكولد كريم اللي هو الاكسترنال فيس تاعته بتكون اويل فبنسميه ووتر ان اويل كريم، هذا بقدر استخدمه فقط ات نايت. شو هو بشكل عام؟ بحكي لك اسمي سوليد وايت ووتر ان اويل امولشن بريبيرد باي سيتايل ايستر واكس وايت واكس مينرال اويل صوديوم بوريت والبيوريفايد ووتر. هاي مكوناته الاسيتايل ايستر واكس والوايت واكس والمينرال اويل جزء الاويلي او الاليجينس، البيوريفايد ووتر هو جزء الاكويس، وعندك الصوديوم بوريت او البوراكس هذا بيعمل ايمالسيفاينج ايجنت، مش هو مباشره ايمالسيفاينج ايجنت ولكن الهدف من وجوده انه يتفاعل مع المي. الصوديوم بوريت لما يتفاعل مع المي راح يعطيني ان اي او اتش، ال NaOH هاي بتروح تتفاعل مع الفري فاتي اسيد الموجوده في الواكس بتعطيني شيء اسمه صوديوم سولتس. هاي الصوديوم سولتس بتكون على شكل سوب على شكل رغوه، هاي الرغوه بتعمل كايمالسيفاينج ايجنت بين الاوليجينس فيس وبين الاكويس فيس، فبالتالي الصوديوم بوريت ما بيكون ايمالسيفاينج ايجنت بشكل مباشر. بحكي لك زي ما انت شايف الصوديوم بوريت كومباينز وذ فري فاتي اسيد بريزنت ان واكس تو فورم صوديوم سولتس وفاتي اسيد اللي هي السوب ذات اكت از ايمالسيفايرز. طيب بيحكي لك they are produced by emulsifying agent of natural origin اللي هم البي واكس والوول الكحول والوول فات. بعدين بيحكي لك they are useful as softening and cleansing agent اللي هو الكولد كريم is used to remove makeup. يعني مثلا الكولد كريم انا بشكل عام استخدامه للتنظيف وللسوفتنينج اللي هو التنعيم، فعشان هيك ممكن استخدامه في حالات اللي هو الريموفابل للميك اب اللي هو ازاله المكياج وغيره. بيحكي لك الذنيم اللي هو كولد كريم من وين جاي اصلا؟ جاي من الكولينج افكت او الكولينج سنسيشن اللي بيكون موجود لما يصير ايفابوريشن للاكويس فيس بشكل بطيء. بما انه الاكسترنال فيس هو اويل والانترنال فيس هو اكويس، المي موجوده في الوسط ومحيط فيها جزء من الجزء الاكبر اللي هو من الاويل، فبالتالي الايفابوريشن للاويل الاكويس فيس راح يكون بطيء، فبالتالي راح يعطيني سنسيشن افكت لفتره اطول. ممكن يكون في مكونات اخرى للكولد كريم، مثلا انت عندك بحكي لك اذر كولد كريم كومبوننت انكلود مينرال اويل جوجوبا اويل لانولين جليسرين الكحول بوراكس اند بي واكس ان اديشنال بريزرفاتيف. ممكن يكون عندي بريزرفاتيف مثل الميثايل بارابين والبروبايل بارابين. هو بيحكي لي بشكل عام عن الكولد كريم او الكريمز، بيحكي لك كريمز فاينلي فايند برايمري ابلكيشن ان توبيكال سكين برودكت اند ان برودكت يوزد ريكتالي اند فاجينالي بيشن اوف ويل بريفير ووتر ان اويل كريم تو اوينتمنت. هنا المقارنه مش بين الكريمات، هون المقارنه بين الكريم والاوينتمنت. زي ما حكينا في بدايه الفيديو انه الكريم عنده بغض النظر سواء كان ووتر ان اويل او اويل ان ووتر بيكون اجريسي اقل من الاوينتمنت او بيصير له سبريدنج اعلى من الاوينتمنت، تمام؟ لانه قد ما تكون نسبه الاويل في عاليه بالنسبه الاويل في الاوينتمنت بتكون اعلى. فبحكي لك ووتر ان اويل كريم مفضل بالنسبه للمرضى عن الووتر ان اويل اوينتمنت. Because ليش؟ الكريم spreads more readily و less greasy، بالإضافة إلى إنه لما يصير في evaporation للأكويس أو للووتر بيعمل soothing in the inflamed tissue، يعني بيعمل لي عملية ترطيب. هون بحكي لك إنه الشركة لما تيجي مثلا بدها تصنع topical dosage form preparation يكون في مثلا دواء معين، بتحط نفس الدواء في اوينتمنت وبتحط نفس الدواء في كريم. ليش؟ عشان يضمنوا انه تناسب المريض. مريض بيفضل الاوينتمنت ياخذ اوينتمنت، ومريض بيفضل الكريم ياخذ كريم. هو بيحكي لك انه اغلب الشركات لما تيجي تصنع
توبيكال بريبريشن، بتحط الدرج تاعها في بوث كريم اند اوينتمنت عشان تضمن انه البريفيرنس للبيشنت والفيزيكان يكون الفيزيشن عفوا يكون مضمون. مثلا عندك هون البيبانثين، البيبانثين معروف بالصيدليات، في منه اوينتمنت وفي منه ايش كريم. طيب بالنسبة لموضوع الفينيشنج كريم اللي هو النوع الثاني من الكريمز، زي ما حكينا الكولد كريم هو عبارة عن ووتر ان اويل ايمالشن، بعطيني كريم بيكون له فيسكاسيتي اعلى، بيكون في له اوكلوزيف افكت اعلى، السبريدنج تاعته اقل من الفينيشنج كريم ولكن اعلى من مثلا حكينا اللي هم ووتر ان اويل اوينتمنت. الفينيشنج كريم بيكون عبارة عن اويل ان ووتر ايمالشن ذات كونتين لارج بيرسنتج اوف ووتر، نسبة الماء عندهم مرتفعة كثير، والهيومكتنت اللي هي الأشياء تاعت الترطيب بتكون أيضا مرتفعة. أمثلة عليها اللي السوربيتول، جليسرين، بروبالين جلايكول اللي ذات ريتارد سيرفيس ايفابوريشن اوف ووتر، اللي بتعمل على تأخير تبخر الماء من سطح الجلد. طيب بحكي لك these are produced by synthetic waxes مثل الماكراجول والسيتوماكراجول. بما انه اويل ان ووتر ايمالشن الاكسترنال فيس هي ووتر، راح يكون ووتر ووشبل بيسز. امثله عليهم تستخدم في الحياه اليوميه اللي هي الشيفنج كريمز والهاند كريمز والفاونديشن كريمز، الحلاقه والكريمات تاعت اليد وكريمات الفاونديشن. طيب بحكي لك انا لما اجي ابون رابينج ذيس كريم اون ذا سكين، لما اجي احط هذا الكريم على الجلد شو راح يصير؟ خلينا نحكي بشكل عام بعدين نقرا السلايد. هذا الكريم نسبة المي زي ما حكينا فيها هي اللي بتطغى، هي الأعلى، فبالتالي أنا الدرج راح يكون موجود فيه راح يكون دائب في الأكويس فيس. طب أنا لما أجي أحط هذا الدرج على الجلد، الأكويس فيس بعد فترة راح تتبخر، هذا الدواء راح تزيد نسبته في الأوليجين سبيس فيس. أو ممكن واحد يسأل سؤال بطريقة أخرى إنه طب هذا الدرج تاعي كان دايب في الأكويس فيس، طب الأكويس فيس اللي هي الووتر تبخرت بإيش ضل دايب؟ بتحكي له إنه في شغلات بتعمل كسولفنت حتى بعد ذوبان حتى بعد تبخر الووتر عفوا، مثل البروبالين جلايكول والإمالسيفاينج إيجنت، هدول بيشتغلوا كسولفنت بيخلوا الدواء دايب فيهم. طيب بعد ما المي تتبخر نسبة الدواء أو الكونسنتريشن جريدينت بين الفيهيكل وبين السكن راح يصير أعلى، فبالتالي راح يصير البارتيشنين كوفيشنت كبير جدا، فبالتالي راح تزيد سرعه انتقال الدرج بين هذا الفيهيكل اللي المي تبخرت منه وينتقل للسكن بشكل سريع. هون بحكي لك upon rubbing this cream on the skin the external continuous aqueous phase evaporates، المي بتتبخر، leading to increased concentration of the water soluble drug in the oily film that adheres to the skin. نسبة أو تركيز الدواء بيرتفع في الأويل فيلم الموجودة على السكن. This increase the concentration gradient of the drug across the stratum corneum promote percutaneous absorption. وضحت الفكرة؟ لما يختلف التركيز بعد تبخر، يعني هم كنقاط تبخر الماء بيرفع نسبة تركيز الدواء في الأويل فيلم، بتزيد بعديها رقم ثلاث، بتزيد بعديها فرق التركيز بين الأويل فيلم والستراتم كورنيوم، فبالتالي راح يزيد انتقال الدواء من الأويل فيلم للستراتم كورنيوم اللي هي ارتفاع نسبة أو ارتفاع البارتيشنينج كوفيشنت. طيب بيحكي لك الكريمز اللي هم الفينيشنج كريمز ايش مالهم؟ oil and water creams is non-occlusive because it does not deposit continuous film of water impervious liquid. يعني ما عنده ما عنده occlusive effect. بعدين بحكي لك هذا الكريم عنده moisturizing أو عنده emollient properties. كيف يعني؟ أنا لما أحطه على جلدي المي بعد فترة راح تتبخر، بضل في عندي lipid deposit lipid، يعني lipid مترسبة على الجلد، هذا lipid أو الـ oily face بتعطيني الاموليانت افكت او بتعطيني الموسترايزنج افكت. طيب كيف انا بدي احضر الكريمز؟ هي عباره عن ثلاث خطوات ورابعه ممكن احتاجها ممكن ما احتاجها. الخطوه الاولى انه انا لازم احضر الاويل فيس على جنب، الخطوه الثانيه لازم احضر الاكويس فيس على جنب، الخطوه الثالثه اللي انا اخلطهم مع بعض باستخدام الماتسيفاينج ايجنت، الخطوه الرابعه اذا احتجتها اللي هي اضافه الاكتيف انجريدينت. الخطوة الأولى بحكي لك إنه أنت لازم تطحن المكونات فليك أو باودر إنجريدينت. sometimes ممكن تستخدم الدراي بليندد في حالة إذا كان الموضوع أدفانس،
بعديها بتذوبهم في المينرال اويل او السيليكون اويل، واحيانا ممكن انت تحتاج الحراره عشان تذوب الانجريدينت. موضوع الاكويس بتجيب الاماليسيفاينج الثيكنرز والستابلايزر اللي هم كلياتهم ووتر سوليبل ماتيريال، بتحطهم جوا الووتر ان سيبريت فيسل، بعدين ممكن تستخدم الحراره عشان تعمل اكسلريت لعمليه الهايدريشن او عمليه انه انت تذوبهم مع بعض. forming the emulsion، emulsion اللي هو انت تخلط الاويل فيس مع الاكويس فيس عن طريق the two faces are blended under vigorous agitation to form an emulsion. لازم تخلطهم مع بعض وتحط الامولسيفاينج ايجنت، الامولسيفاينج ايجنت انت بتحطه في الاكويس فيس، بعدين بتضيف الاكويس فيس على الاويلي فيس وبتصير تحرك بقوه شديده، وكل ما حركت بقوه اكثر كان الكريم معك ممتاز بشكل اكثر. بعدين إضافة الأكتيف إنجريدينت، بحكي لك إنه أنت ممكن تضيف الأكتيف إنجريدينت بكمية جدا قليلة، وهاي الكمية جدا قليلة لازم تضمن إنه يصير لها disperse to maximum yield، يعني maximize yield، يعني أنت لازم توزع الأكتيف إنجريدينت في الكريم بشكل متساوي ومتجانس عشان تضمن الماكسيمم ييلد اند برودكت افكتيفنس عشان يكون فعال. هيك بنكون احنا خلصنا موضوع الكريم الكولد والفينيشنج، حكينا خصائصهم كيف نصنعهم، وحكينا خصائص كل واحد فيهم بالتفصيل ايش في شيء ممكن نضيفه بس زي. طيب البيست، شو هو البيست؟ البيست زي ما كنا بنعرف هو عباره عن نفس الشيء، خلينا نحكي سيمي سوليد دوزج فورم، ولكن بتكون نسبه السوليدز او نسبه المواد الرمليه بتحس فيه جدا عاليه لدرجه انها ممكن توصل ال 50%. بحكي لك البيست ار اوينتمنت كونتيننج از ماتش 50% باودر ديسبيرز ان ا فاتي بيس اند ذيرفور ار ستيفر. ليش هم ستيفر؟ اقسى لانهم بيحتوي على 50% من الباودر اللي موجود في الفاتي اسيد. بيحكي لك بعدين هم less greasy than ointment. ليش؟ الاوينتمنت بتميز انه نسبة الاويل فيه عالية. طيب البيست فيه اويل ولكن الباودر الموجود فيه بيعمل امتصاص لهذا الاويل. They are less greasy than ointment because the powder absorbs some of the fluid hydrocarbon. Fluid hydrocarbon اللي هو الاويلي فيس او الاوليجينس سبستنس الموجودة. الباودر بيعمل لها absorption فبالتالي بيصير بتقل الجريسي اللي موجوده في هذا البيست، فبنحكي انه ليس جريسي ذان اوينتمنت. بحكي لك من خصائص البيست انها ثيك واني بروكن، ومقارنه بغيرها تعتبر امبرميبل فيلم لانه احتوائها على كميه كبيره من الباودر او السوليد سبستنس، وعشان البيست تاعتها هي اويلي. طيب البيست كان بي بريبيرد ان ذا سيم مانر از اوينتمنت باي دايركت ميكسينج اور ذا يوز اوف هيت تو سوفن ذا بيست بريور تو انكوربوريتينج ذا سوليد which have been comminuted and sieved. بيحكي لك انه طريقة عمل البيست هي نفسها طريقة عمل الاوينتمنت، ولكن ممكن تقدر تحكي انه الفرق الوحيد انه ممكن السوليد انت بدك تستخدمها لازم يصير لها تفتيت comminuted ولازم يصير لها sieved اللي هي تنخيل. بعدين بحكي لك انه اذا انت بدك تستخدم ليفيجيتنج ايجنت، ليفيجيتنج ايجنت زي ما حكينا بموضوع الاوينتمنت اللي هو اللي بنستخدمه عشان نقلل ما يطلع معي جريسي اوينتمنت او جريسي بيس، وعشان اقلل البارتيكل سايز اذا بدي استخدم ليفيجيتنج ايجنت هون ما بستخدم مينرال اويل. بحكي لك a portion of the base is often used rather than the liquid. يعني هون انا ببعد عن المينرال اويل ما بستخدمه لانه ايش ممكن يعمل which would soften the base. اذا انا حطيت ووتر اويل راح ارفع نسبه الليكويد الموجوده في البيس، ومن خصائص البيس انه نسبه السوليد فيها كثير عاليه فبالتالي راح يصير له في راح يصير له سوفتنينج وراح يخرب نوعا ما. يعني انا اذا بدي اضيف بالمختصر ليفيجيتنج ايجنت ما بضيف مينرال اويل او جليسرين او غيره، بضيف جزء من البيس نفسه اللي هو الفاتي بيس. تمام. طيب بحكي لك البيست بما انها هي ستيفنس اكثر، عندها موضوع الصلابه اكثر، بحكي لك they remain in place after application and are effectively employed to absorb serous secretion. الافرازات اللي بتطلع من الجلد الغير مرغوبه بنستخدم البيست لانه فيها باودر، والباودر نفسه عنده خصائص الامتصاص اللي هو absorbed properties اللي بتعمل امتصاص للسيروس secretion. شوف بالامتحان اذا حكى لك اعطيني مثلا السيمي سوليد دوز فورم اللي بتعمل ابزورب سيروس سكريشن، هم ثلاثه ما في لهم رابع. اول واحد اللي هو البيس زي ما انت شايف قدامك، ثاني شغله اللي هي الاويل ان ووتر اوينتمنت اللي موجوده في صفحه 11 في السلايد تحت، الاويل ان ووتر اوينتمنت
بالإضافة للهيدروجيل اللي هو درسناه في موضوع الجيلز. هذول الثلاثة بيقدروا يعملوا امتصاص للسيرس سيكريشن. بعدين بيحكي لك بما انه البيست تعتبر امبرميبل وتعتبر ستيفنس، انا ما بقدر استخدمها على المناطق اللي فيها شعر في الجسم لانها جامده وما عندها قابليه النفاذيه، فبالتالي ما بقدر استخدمها على الاماكن في الجلد اللي عندها اللي عليها شعر. طيب ننتقل لموضوع ثاني اللي هو موضوع البلاسترز اللي هي الاسقاط. بيحكي لك البلاسترز ار سوليد اور سيمي سوليد ادهيسيف ماسز، يعني ممكن تكون سوليد او ممكن تكون سيمي سوليد ادهيسيف ماسز، يعني ماسز بتلتصق في الجسم. ممكن تكون موجوده على ظهر نوع جزء من البيبر او الفابريك او البلاستيك. فابريك اللي هو القماش. بيحكي لك ادهيسيف ماتيريال از ا رابر بيس اور سينثيتيك ريزن، يعني بتكون يعني هون بيحكي هون عن 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 الاستراكشر تاع البلاستر نفسها. بلاستر ار ابلايد تو ذا سكن تو بروفايد برولونج كونتاكت ات ذا سايت، وقت طويل. ان ميديكيتد بلاسترز شو الهدف منها؟ انه بروتكشن، ممكن تعمل لي ميكانيكال سبورت. البلاستر بحكي لك ممكن تكون ميديكيتد، مثل بحكي لك الميديكيتد بلاستر بروفايد افكت ات ذا سايت اوف ابلكيشن، يعني بتشتغل لوكال افكت. بعدين بالجمله هاي بحكي لك انه انت بتقدر تقص او تتلاعب في حجم وشكل البلاستر حسب المنطقه او الاريا اللي انت بدك تعمل لها كفرد على السكن. هون بحكي لك انه من اكثر البلاسترز المستخدمه حاليا هي موضوع السيلسيليك اسيد بلاستر لمواضيع المسامير اللحم الكورنز. ليش؟ الكورنز عباره عن سكن هي اصلا، ولكن بتكون هورني لاير، يعني بتكون بارزه او ظاهره عن سطح الجلد. وكلياتنا بنعرف انه الكيراتين هو البروتين الاول والاساسي للجلد. السيلسيليك اسيد بيحتوي على كيراتوليتيك اكشن، او بيحتوي على مواد فيها لها كيراتوليتيك اكشن بتعمل تحليل لهذا الكيراتين، فبالتالي بتزيل مسامير اللحم. نسبه السيلسيليك اسيد ما تكون موجوده في هذه البلاستر هي من 10 ل 40% فقط. الموضوع الاخير اللي هو الجليسيروجيلاتين. الجليسيروجيلاتين هو بريبريشن سيمي سوليد ايضا، بيحتوي على اربع شغلات. بيحتوي على جيلاتين بنسبه 15%، جليسرين بنسبه 40%، ووتر بنسبه 35%، ميديسينال سبستنس بنسبه 10%، وممكن تكون مثلا الزنك اوكسايد. they are prepared by first softening the gelatin in the water. هاي كيف طريقه تحضيرهم؟ بيحكي لك انت بتجيب الجيلاتين اللي هو 15% بتحطه في ستيم باث لمده 10 دقائق بس يدوب، بتروح بتجيب الجليسرين مع بتروح بتجيب الجليسرين مع الميديسينال سبستنس اللي هي نسبتها 10%، بتدوبهم. بعد ما تدوبهم بتخلط المواد الذائبة هاي مع بعض وبضلك تحرك لما يصير لها كونجيلد. الجليسيروجيلاتين كيف طريقة استعمالهم؟ بحكي لك هم يستخدموا applied to the skin for the long term. كيف طريقة استعمالهم؟ هم بيجوا كزي صفائح صلبة، لازم أول شيء ندوبهم melted before application، بعدين cooled to slightly above temperature، يعني لازم مثلا درجة حرارة الجسم 37-38، أدوبهم مثلا لحد درجة حرارة 40-41، بعدين بحطهم على المنطقة affected with a fine brush، يعني بدهنهم على المنطقة affected باستخدام فرشاة. following application the glycerogelatin harden بتجمد، لما تبرد بتجمد. is usually covered with a bandage، بحط عليها bandage وبسيبها لأسابيع على هاي المنطقة ال affected. من الأمثلة عليهم اللي هي الزنك جيلاتين. الزنك جيلاتين بحكي لك the most recent official glycerogelatin was zinc gelatin. لمين بنستعملها؟ بنستعملها للدوالي اللي هو ال varicose ulcers، اللي هي نقص التروية الدموية لمنطقة معينة اللي هي بالعامية بنحكي لها الدوالي. بشكل عام كان هذا كل شيء للفيديو، نتمنى استفدتوا والله يعطيكم العافية جميعاً.